كتاب بيان الشرع الجامع للأصل والفرع أحد تلك الكنوز العلمية الدينية، فهو موسوعة في علوم الشريعة لمؤلفه الشيخ محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي النزوي، المتوفى في عام 508 للهجرة الموافق 1115 ميلادي. يبلغ مجموع أجزاء الكتاب 71 جزءا، تشمل على أبواب في العلم وأصول الفقه وأحكام القرآن وعلومه والعقائد والفقه. ونظرا لمكانته أولاه العمانيون اهتمامهم وحرصوا على تداوله وقراءته ودراسته، تشير إلى ذلك وفرة نسخه المحفوظة التي يزيد عددها على 1000 نسخة بكثير، ما يعطي مؤشرا على وجود حوالي 20 نسخة لكل جزء منه في المتوسط. ومن نسخ أجزائه النادرة مخطوط رقم 562 للجزء 43 منه، وهو الجزء الثاني من أجزاء البيوع، وموضوعه في بيع الأصول والعروض والحيوان، وتكمن ندرته في كونه أقدم نسخ الكتاب التي تحتفظ بها دار المخطوطات، إذ هو منسوخ سنة 881 للهجرة بخط الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن مداد بن محمد بن مداد الناعبي العقري النزوي، المتوفى عام 917 للهجرة، وهو من فقهاء القرن التاسع وأول القرن العاشر الهجري، وله آثار منها اللال في أبنية الأفعال، وكتاب في الصرف، وكتاب صفة نسب العلماء وأكنيتهم وبلدانهم وموتهم. كما تمتاز هذه النسخة بأنها منقولة عن نسختين، إحداهما بخط مؤلف الكتاب، وقد نص على ذلك الناسخ بقوله: كتبته من نسختين، نسخة بخط محمد بن أحمد بن مزروع، ونسخة بخط مؤلف الكتاب نسخة قديمة. كتبه محمد بن عبد الله بن مداد بن محمد بن مداد بيده، وقد جاء في حرد المتن: تم ما وجدته من الجزء الثاني من البيوع يوم الثلاثاء لأربعة عشرة ليلة، إن بقيت من شهر ربيع الأول من شهور سنة 81 و800 سنة للهجرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتبه أفقر عباد الله تعالى وأحوجهم إلى رحمته محمد بن عبد الله بن مداد بن محمد بن مداد بيده، حامدا مصليا مسلما مستغفرا موحدا. وفي آخر المخطوط نقل لوثائق تاريخية خطا وشهد عليها عدد من علماء وفقهاء القرنين التاسع والعاشر، نقلها الشيخ الفقيه أحمد بن مداد بن عبد الله بن مداد الناعبي في القرن العاشر الهجري، حيث ذكر بأنه نقل الأولى منها عن ورقة قديمة بخط الفقيه العالم محمد بن عبد الله بن مداد، وهو ناسخ المخطوط. وفي أولها: هذه الورقة فيها فصيلة في الخشبة والخشيبة أنهما رم لبني عزرة، منقولة من خط الفقيه العالم أبي القاسم بن أحمد بن يحيى بن محمد، وهي هذا. ثم نقل نص الوثيقة المؤرخة سنة 805 للهجرة، وتليها شهادات وتصحيحات عديدة، كما نقل وثيقة عن الفقيه عبد الله بن مداد بن محمد بن مداد مؤرخة سنة 879 للهجرة، وأخرى عن الفقيه حسين بن شوال بن ثاني بن خاطر مؤرخة سنة 969 للهجرة حول تبعية موضع الشويعي للخشيبة.